عندي ليك خبر ظريف قوي. ايه هو؟ انا قدمت في المناقصة اللي مقدم فيها محمود، وفي احتمال كبير قوي انك سابها منه. ازاي؟ اصلي قدمت بمبلغ اقل بكتير من اللي مقدمه محمود. ازاي تعمل كده؟ انت عايز تضر جوزي؟ اضره؟ ده كلام، هو انا عيل؟ امال عملت كده ليه؟ انت مش عايزة تخلصي من البيت تقربته؟ ايوه. خلاص سيبينا تكتك بقى. ازاي؟ شوف يا ستي، لو رست عليا المناقصة هروح انا بنفسي لجوزك في مكتبه واتنزل له عنها، هفهمه اني عرفت الرقم من هدى، تطير هدى واكسب انا ثقته. حلو يا حياتي، كل ده عشاني؟ امال عشان امي. مش معقول، انت متأكد؟ طيب متشكر. هدى تعالي حالا. انت عارفة العطا بتاع صفقة الحديد رسي على مين؟ لا. انت تعرفي واحد اسمه عادل حلمي؟ ده موجود بره وعايز يقابلك. يقابلني انا؟ ايوه. طب خليه يدخل. اتفضل. اهلا يا استاذ عادل، اتفضل. انا اسف اني جاي من غير ميعاد. العفو، ده مكتبك. طبعا، والا ما كنتش جيت. اظن بلغ حضرتك اخبار مناقصة الحديد. اه مبروك. مبروك عليك انت. ازاي؟ هي مش رسيت عليك؟ وانا جاي اقدمها لك هدية. بمناسبة ايه؟ في الواقع ضميري يأنبني، وانا ما استحملش تأنيب الضمير. مش فاهم. خلينا في المهم، عاوز الصفقة دي ولا لا؟ ايوه، بس يعني عندك استعداد تدفع لي 20,000 جنيه واتنازل لك عنها؟ 20,000؟ تفتكر المبلغ ده مش كتير؟ في مكاتب تانية تقدر تدفع لي اكتر من كده بكتير، وانت عارف كده كويس قوي. وهو كذلك. اكتب لي تنازل. قوي؟ الاسم بالكامل عادل حلمي منير. مبروك. اتفضل. عن اذنك استاذ عادل، احب اقول لك ان انا عارف ليه ضميرك انبك. ومع ذلك مش ذنبي. يمكن، بس مش كل مرة هتنجح بالطريقة دي. معاك حق، المرة الجاية هتلاقيها طريقة جديدة خالص وهتعجبك. أسرار المكتب يا هانم ما يصحش تبلغيها للمنافسين مهما يدفعولك. كلام إيه اللي بتقوله ده يا محمود؟ ما تحاوليش تدافعي عن نفسك. سعاد سمعتك في التليفون وأنت بتبلغي قيمة مناقصة الحديد. مستحيل، كدابة. وكمان بتقلي أدبك؟ أنا لا يمكن أعمل كده. سعاد ما كدبتش، المبلغ اللي سمعته منك هو المبلغ اللي مكتوب في العرض. بقى بتصدق سعاد؟ وما صدقهاش ليه؟ كفايه غش وخداع بقى. خداع؟ طب انا حسبت لك انها كدابه. اولا انا مش كدابه، واظن بقى كفايه قله ادب. انا جايه افهمك اني عارفه انت عملتي كده ليه. اسمعي يا بت، شغل الحواري اللي اتربيتي فيها ده مش عليا. انا فاهمه كويس انت بتعملي كده ليه، عشان تداري غلطتك المهببه قدام محمود. انا ما غلطتش، انت عارفه كويس مين فينا اللي غلطان. انا بقى مش هتنقل من هنا لما يجي محمود، وهقول له على كل حاجه. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انت جننتي؟ ايه في ايه؟ محمود شاف قريبتك الخاينه جت تتهجم عليا ببيتي. الست دي ما يصحش تبقى مراتك بعد النهارده يا محمود. ليه؟ عشان كشفتك؟ انا شفت الهانم في وضع ما يرضيش كرامه اي زوج يا دكتور. عارف مع مين وفين؟ هنا مع الاستاذ عادل اللي كان في مكتبك من شويه، وللاسف كانت بتحتفل بعيد جوازكم. امشي. لا بره بره. Thank you.
عنك، وللأسف أنا اللي بدفع ثمنها دلوقتي مش أنت. كفاية كده، اتفضلي أنت. بتحكي على اللي حصل يا بنتي للدكتور علي؟ لو سمحت يا خالتي ممكن تسيبينا لوحدنا؟ حاضر يا حبيبي. هدى، أنا من زمان عاوز أكلمك، ما كنتش لاقي فرصة، لكن دلوقتي أنا عاوزك تسمعيني كويس. أنت بتضيعي أحلى سن عمرك كنت مش حاسة. أنا عارف أنت قد إيه بتحبي محمود وقد إيه بتتعذبي بسببه. محمود لازم تسيبيه زي ما سابك وتبتدي تفكري من دلوقتي في حياتك ومستقبلك. محمود انتهى بالنسبة لي خلاص، لكن اللي صعبان عليا مش السنين اللي ضيعتها عشان، ولا الأحلام اللي جريت وراه، أبدا. كل ده دلوقتي ما يهمنيش. محمود طردني من بيته يا علي، واتهمني اني ما كنتش أمينة على أسرار مكتبه. تصور، أنا أناني سافل.